نحن التريننج رح يكون على جهاز الانفينيتي اللي هي المكنة اللي بيستعملوها لعملية الفيكو أو عملية الكاتاراكت. أوكي رح نبلش شوي هيك نحكي عن شكلها من برا قبل ما ندورها. أوكي نحن هيدا البورت هو البورت من قدام من مكنة. هلأ بنرجع بنحكي عن كل التوصيلات اللي بدنا نوصلها. اوكي عنا هون في الجرور اللي بدنا يكون فيه الفوت بادل، هيدا دايما بتتحضر قبل ما يقعد الحكيم ويبلش العملية. ودايما ننتبه على الفوت بادل نحن عم نحطها، هي عم تنحط ما كتير تطج على الارض، لانه حيلا شي بينكسر فيها للفوت بادل هي ما لها سبير بارت، يعني بصير الفوت بادل بدها غيار كلها. فدايما ننتبه على هيدا الموضوع. هي تري عادة نحن بس تكون المكنة مطبوبة هي بتكون مطبوبة بهيدي الطريقة. نحن كل شيء للتحضير السكراب نيرس التحضير طبعا بيكون على هيدي الطاولة، هنا بتشتغل على الطاولة الأساسية. هلا بأول عملية بس نفتح الكاسات اللي هلا رح فرجيكم عليها، بيجي معها مثل كوفر مثل باوتش لإلها ترانسبيرنت نقدر نستعمله. بعدين بين عملية وعملية عادة عم ترجعوا انتم تستعملوا دريب من الـ OR. وهيدي الطاولة حتى فينا نعلي من هون بتنكبس بتتعلى وبتتوطى حسب الحاجة. ومن هون فينا كمان نفتحها بس نكون حاطين الباوتش، من هون فينا نعمل مثل جورة صغيرة إذا بحاجة تحطوا شي بقلبها للباوتش. اوكي هلا أول ما تدور المكنة نحن لأنه هيدا الجهاز لعملية الكاتاراك انتو في عندكم عدة أطباء بيجوا بيشتغلوا، طبيبين 3 4 10 قد ما بدنا فينا نحط أسامي أطباء. كل طبيب عنده السيستم الخاص له على الجهاز لأنه كل طبيب عنده طريقة خاصة بيشتغل فيها وعنده بارامترز أو سيتينجز خاصة بحب يشتغل عليها. كرمل هيك إذا بتلاحظوا في عندكم ليست أسامي كاملة للحكمة. أكيد إذا أجا طبيب جديد نحن بنحضر معه كشركة، بنحضر معه وبنخلق له بارامترز جديد لإله هو يشتغل عليهم. نعتبر إكزامبل اليوم دكتور حسنين بده يشتغل، نحن بدنا ننقي البارامترز تبع دكتور حسنين، يعني كل طبيب بده يتنقى الاسم تبعه، لأنه مثل ما قلنا عنده بارامترز خاصة لإله. أوكي؟ هلا تاني ستيب نحن اللي بدنا نعملها هي تحضير الجهاز. اوكي مثل ما قلنا هون الطاوله بدها تكون ستيريل. هلا نحن بلشنا اول عمليه بنفتح العلبه اللي بيجي بقلبها الكاسات اللي هي بدها تركب هون. الكاسات شو بيجي بقلبها؟ هلا هيدا لانه معقمه. اوكي مثل ما قلنا العلبه اول شيء بيجي فيها هيدي الكاسات وبيجي معها التيوبينجز، هودي كلهم بيجوا بعلبه واحده. هلا عم بيجوا سيبريت لانه معقمين. ومثل ما قلنا كمان العلبه بيجي فيها مثل كوفر ترانسبيرنت. اوكي بعدين نحن هودي بنفتحهم لاول عمليه، بعدين كل عمليه والثانيه نحن ما بقى بنفتح كاسات جديده، هيدي الكاسات بنضل بنستعملها بتدرك بمحلها، بس نحن بنرجع بنفتح شيء اسمه باوتشز، شيء اسمه تيوبينجز، بيجي كيس لحاله بيجي بقلبه تيوبينجز. اوكي خلينا بديك بس منفرجيهم كيف العلبه. هيدي هي أول علبة اللي نحن بنفتحها. أوكي؟ هلأ الكاسات أكيد كله بدنا نشتغل بطريقة ستيريل. أوكي؟ هيدا البارت في ينعطى للسيركوليتنج نيرس، هيدا البارت لأنه بيتركب من قبل السيركوليتنج نيرس مش من السكراب نيرس، لأنه بده يركب على البي اس اس بوتل اللي هي منا ستيريل. أوكي؟ الكاسات فيها تركبوا السيركوليتنج نيرس او السكراب نيرس، عادة انتم عندكم تتحافظوا على الستيريليتي عم بتركبوا السكراب نيرس. اوكي سو نحن بنجي بدنا نركب هيدا البارت. اوكي اهم شيء انه اول شيء هي مش بهيدي الطريقه، الكعب اللي تحت بينحط هون وبدها تاخذها المكنه. ميرسي. هلا الفكره اهم شيء نحن اللي من اذا انتبهتوا له سوري اللي انتبهتوا له انه هي المكنه لحالها شرقتها للكاسات، يعني نحن اذا جينا عم نركبها وما عم تاخذها
ما فينا نغصبها، يعني ما فينا نشد عليها، بيكون في مشكلة بالمكنة، يعني في شيء مشكلة بهيدا هون ما عم بيتعرف عليها للكاسات، يمكن مشكلة بالكاسات، يمكن مشكلة بالمكنة، فنحن ما نشد عليها للمكنة لأنه ما يعني يا هي بتسحبها يا خلص ما بتاخذها للكاسات. اوكي بنرجع نحن هيدا البورد بس صبايا شباب، هيدي بدها تكون ستيريل لما بنحطها بالبي اس ام. ايه هون بدها تكون في لها غطاء بينقام الغطاء تبعها اكيد، يعني السيركيليتنج نيرس هي ومسكتها ما بتمسكها من هون هيك، بدها تضل مسكتها من هون لانه هيدا البورت اللي هو رح ينزل فيه البي اس اس بده يضل ستيريل. اوكي وبتتركب على البي اس اس. هلا البي اس اس حسب الطبيب اذا بيطلب ادرينالين او ما بيطلب ادرينالين، بتكون انتم اكيد هول الانفورميشن عندكم اياها. منعبي التشيمبر شوي، فينا نعبي نصها تقريبا. ما بعرف اذا اشعين هون المطرح هون هي مثل الاي في بول، يعني بس بدها تنفتح وبتتعلق عليها. اوكي هلا تاني ستاب، هيدي البوتش هي بدها تضلها مع السكراب نيرس. اوكي هودي بدنا نسكرون عبعضهم، هودي بدو يضلوا عند السكراب نيرس. اوكي انا هلا بس علقتها هيك، بس دايما ننتبه انه هيدا البارت يضلوا ستيريل. وهون كمان السكراب نيرس بدها توصلهم. هلا الهين هون بالمكنة انه ما بتخافوا تركبوا شيء بدل شيء، يعني الازرق فيها اكيد تتركب حيلا محل ما رح تفرق، بس ما بتتركب محل الابيض الا الاوبننج تبعه. اوكي ننتبه يتسكر بطريقة مزبوطة، والأبيض إلى الأوبنينج تبعه. وأكيد السيركوليتينج نيرس بدها تكون حاطة الدرين باك، لأنه نحن هون عم نستعمل بي أس أس، يعني دورينج ذا سيرجري بدها تفوت البي أس أس، بدها تفوت على عين المريض وبدها ترجع تنسحب، بدها تفوت بالكاسات وبدهم يروحوا شي محل، بدهم يطلعوا من هون بيتعبوا بهيدا الدرين باك. أوكي هلا صار نحن جهاز حاضر تنعمل له تيستينج. ليش نحن بنعمل تيستينج؟ لسببين. اول سبب نحن بنعمل تيستينج كرمال نفضي السيستم كله من الهواء، لانه انتو تيوبينجز كله جديد وكله معبى هواء، الكاسات معبيه هواء وهون التيوبينج معبى هواء، فنحن بدنا نعمل التيستينج تاع البي اس اس يمرق بالسيستم كله تبس ما بلش نشتغل بعين المريض ما يفوت هواء على عين المريض. واحد اثنين تنتاكد انه ما في مشكله بالجهاز، ما في مشكلة بالكاسات وما في مشكلة بالتيوبينجز. اوكي هون لاحظتوا انه هي عم بتقلكن، هي المكنة كمان هي فيها بتفرجيكم الستابس، بس هن الستابس كتير هينين. اوكي نتأكد اول شغلة انه الابيض مسكر هون على الازرق، انه السيستم از كلوز. اوكي اول شغلة بنعملها بنحط برايم. ودائما نحن ننتبه مطرح ما بدنا نحط المكنة انه ما يكون في شيء فوق الاي في بول، يعني مثلا انتم حتى عم تشتغلوا هون اذا محطوطه المكنه هون دائما ننتبه على المطرح السياليتيك، لانه اذا طلع الاي في بول وضرب بشيء هلا هون قد ما يعلى هو الماكسيموم 110 ما بدق بالسقف، بس في دق بالاي في بالسياليتيك، اذا ضرب بالسياليتيك ايه شو بقول ايه ما اقول يضرب بحيلا شيء، ننتبه انه دايما هون حواليه ما يكون في شيء، لانه اذا ضرب وعلق بصير بده يرجع ينعمل ريستارت، يعني بده تنعمل ريستارت للمكنه، يعني ما بتحطه كانسل وبترجع بتطلع، بصير كل مكنه بدها ريستارت خاصه اذا دورينج ذا سيرجري. اوكي هلا نحن عملنا برايم بس سوري إيه؟ كمان عشان البطل البي اس اس ما اخذ بس على اللون وعلى الشكل اقراها انها بي اس اس اكيد اكيد
لانه هون بيكون محطوط balanced salt solution. نتاكد انه هيدي balanced salt solution. اوكي، هلا تاني ستيب نحن اللي بدنا نعملها، بدنا نركب الهاند بيس، كمان هي اللي بتستعمل ضمن العمليه، وكمان اكيد بدنا نعمل لها تيستينج، يعني بدنا نركب ونعمل تيستينج لكل شيء قبل ما نبلش نستعمله. اوكي، هلا هي بدها تكون هيدا البارت اللي هو بده يستعمل بالعمليه، اكيد بدنا نركب له التب، وهيدا البارت بس نفتحه بده يتركب على المكنه. هو له تو بورتس، هيدا البورت او هيدا البورت، حي الله ما بيأثر، بس هو معمول اثنين، اذا واحد ما كان ماشي بيكون ماشي الثاني، يعني ما في مشكل، فينا اللي فوق او فينا اللي تحت. ننتبه دائما على التركيب، مش حيلا طريقه وما منركب برم، لانه هي بقلبها في سنان وبدهم يركبوا هون جوا، اذا ركبنا بطريقه برم معقول نكسر السنان، اذا تكسروا السنان بتنتزع كل الهاند بيس. اوكي، نتاكد انه الاحمر ما بس الاشيين، الاحمر هون في نقطه حمراء بدها تكون على النقطه الحمراء اللي هون. اوكي، وبس تفويت، ما منحط برم. اوكي، تاني ستيب نحن اللي بدنا نعملها، بدنا نركب بالتب على الهاند بيس. التب هو ماشي يعني مثل البرغي بيتركب، وبدنا ننتبه انه نشده مزبوط للتب، لانه اوقات نحن بنفكر انه شديناه مزبوط، بس يبلش الحكيم بالعمليه بيرجع بتعطي قرر المكنه، بتعطي شيء اسمه لوس تب، يعني التب مرخي، بصير بدنا نرجع نفك ونرجع نظبطه. اوكي، هلا هيدي البلاستيك هي دائما بتجي على التب الجديد، هلا نحن فتحنا لانه تب جديد. اوكي، هلا مع انتم لانه بيتعقم التب، مر هيدي بسموه رانش، هذا رانش لانه بلاستيك السنان تبعه من جوا خلص مثل بيتكسروا، فافضل انكم تشدوا التب بالرانش الحديد، لانه بهيدا اوقات ما بيعود يشد مزبوط، لانه هيدا بصير مثل بمليس، بصير ما بينشد بشد التب مزبوط. اوكي، فينا نرجع نشده بالرانش الحديد اللي هو دائما عندكم اياه. اوكي، وبدنا نرجع نركب السليف، يعني هاو ذا ستيبس هول كثير مهمين، يعني ما فينا احنا نستعمل الهاند بيس بلا ما نكون حاطين السليف. اوكي، هلا اذا حدا ما بيعرف بيقدر يقرب اذا بده يشوف. اوكي، لانه السليف اول شيء بدها تتفوت تفويت. اوكي، تفويت هيك، وبعدين شوي بعدين فيها برم، وبده يبين انه فيها ثلاث فتحات، فتحتين على الجنب وفتحه من فوق، طب بده يطلع من الفتحه من فوق بس مش كثير، يعني بده يطلع منها بس مش يطلع بارت كثير كبير. هلا الدكتور كمان في يرجع يشوفها على المايكروسكوب ويرجع يظبطها مثل ما هو بده، يعني اوقات بيرجع بيطلع شوي بيرجع بفوت شوي، ما في مشكله على المايكروسكوب بتبين معه. اوكي، هلا ستيب اللي نحن بدنا نعمل فيه تيستينج، انتم بتعملوا فيل بترجع بتعملوا تيستينج مزبوط. اوكي، فينا في شي كاب نعم حي الله شي كاب بيأثر اذا بالتري؟ لا. اوكي، هلا انتم during the surgery ما بتعوزوا بأساس على طاولة العمليات. اوكي، فنحن قبل ما نعمل تيست للهاند بيس بنعمل شيء اسمه فيل مزبوط، بيأثر اذا هول، خليني اشيلهم تمام. ها بعطيك اياهم بس تبي ما يضيع الرانش، اهم شيء تبع الرانش، اهم شيء الرانش اوديكي. اوكي، هلا بس بدنا نعمل فل بالكوب، بدنا نفتح الاثنين بنحطه بالكوب وبنحط شيء اسمه فل. اوكي، هي بتعطينا فل برسنتج معين، نحن دورينج الفل فينا نعمل كانسل اذا بدنا، اذا هي خلصت وبدنا فل مره ثانيه فينا نرجع نعمل فل. اوكي، خلصنا. هلا بدنا نعمل تيست للهاند بيس. اوكي، عادة تيست للهاند بيس اكيد ليش بينعمل؟ تنأكد انه الهاند بيس ماشي مزبوط، انه التب راكب مزبوط. هلا بتقولوا لي طب لكينا ليش ما بتعطي من الاساس انه لوس تب؟ لانه اوقات هي بيكون التب
مش 100% راكب، ما بتعطي قرار، بس يبلش الحكيم يشتغل والطب ببلش يتحرك بيرجع بيرخي كرمالك ترجع بتعطي قرار. فدايما ننتبه انه يكون مشدود مظبوط. اوكي، كمان مثل ما قلنا على الهاند بيس كمان ما في مجال للغلط، لانه الازرق له محل ما بينحط محل الابيض. كمان ننتبه انه اهم شيء على الهاند بيس ننتبه انه نشده مظبوط تما يبلش الحكيم يشتغل ويفلت، لانه سبيشلي اذا فلت الاريجيشن، يعني يصير الحكيم عم بيعمل اسبيريشن عم بيشرق وما في مي عم تجي يعني تكون تفلت. سو نحن هول بس ننتبه انه مركبينه مظبوط. اوكي، هلا بدنا نعمل تيست للهاند بيس. تيست الهاند بيس بينعمل على تو ستابس. اوكي، اول ستاب هي بده ينعمل فل. اوكي، بتتسكر ما بيأثر وبنعمل ادفانس تو تيست. اوكي، ما فينا دغري نعمل تيست لانه ما بينعمل التيست بتشامبر فيها هواء، بدها تكون تشامبر فيها بي اس اس لينعمل فيها التيست. فيها اكيد تكون تركينه. اوكي، ودائما كمان ننتبه انه هيدا هون الشريط هون ما يكون معلق، يعني ما يكون معلق بشي محل، دائما يكون كمان فلتين. اوكي، هلا نحن فتنا على العمليه بدنا نبلش نشتغل. هلا بالسيرجري اذا مثل ما لاحظتوا وكلكم اوريدي حاضرين عمليات، في different steps during the surgery. اوكي، هلا رح احكيكم عن كل step وفاجيكم شو معقول تنسألوا، شو معقول حكيم يقول لكم غيره during the surgery، وانتم شو فيكم تشتغلوا فيها. اوكي، نحن في عنا اول 3 steps اللي هن سكالت كوادرنت والابينيوكليوس، نحن بنكون عم نستعمل فيهم الفيكو هاند بيس اللي هو نحن عم نكسر الكاتاراكت وعم نشرقه. اوكي، بعدين بالكورتكس والبوليش والفيسكو ساعتها نحن بدنا نغير الهاند بيس على شيء اسمه اي اي هاند بيس، كمان برجع بشرح لكم عنه. اوكي، بالسكالت هلا رح فرجيكم هون شوي السكرين شو قصدون بكل شغله على السكرين. هون نحن اول شيء في عنا الاريجيشن، هيدا النمبر اللي هون محطوط هو قديه البطل هايت. شو معقول يطلب بهيدا البارت، شو معقول يطلب منكم الحكيم؟ معقول يقول لكم علوا البطل او طول البطل. نحن كيف منعلق او منوطي؟ كثير هينه بالفلاش، منعلق او منوطي ما فيها مشكل. اوكي، اوقات مثلا يمكن ايه اوقات مثلا حدا اذا كبسنا على هاي بتعطي irrigation. شو يعني؟ نحن هون مثلا ترجع تعوزي على الطاولة، يعني حضرنا كل شيء بس سكربنش ترجع تعوز irrigate، ترجع تعوز بأساس تقلنا تقول للسيركوليتنج اعطيني irrigation، بتكبس على الرقم ترجع بتعطي continuous irrigation. اوكي، يمكن اوقات الحكيم يكون هو على الفوت بادل، نحن عادة بنحط له شيء اسمه continuous irrigation، يعني تضل عم تعطي بأساس كل الوقت. هو عادة نحن الحكمة اللي بيحبوا هذه الطريقة بنحط لهم اياها على البيدال، هن بيكبسوها تما يعذبوكم فيها. إذا شي حكيم قالكم كبسوا لي continuous irrigation بتنكبس على الرقم، ما لا منعلي ولا منوطي بس على الرقم. stop ال continuous هيك on off بس بتنكبس عليها. اوكي، هلا معقول الحكمة في منهم يقولوا لكم بس تكونوا بالسكالت قولوا لي شو مكتوب على السكرين. اوكي، في عدة حكمة بيطلبوا هذا الموضوع، يمكن في دكتور خليفة يمكن عادة بيطلب. شو فيكم تقولوا له؟ بتقروا له بتقولوا له تورشنال هي اب تو 80، يعني بتطلع اذا انتم بتشوفوها هون طالعة كأنه طلوع يعني هي اب تو 80. اوكي، هلا هون شو معقول هو يقلكن فيها؟ معقول يقلكن علولة او وطولة شي مرة، كمان بالفلاش يا من علي يا من وطي. دايما ننتبه ما نكبس على الرقم، ليه؟ لانه هي هيدي بسموها لينير، يعني بتطلع من 20 ل 80، مش اول ما هو يكبس على الفوت بادل بتعطيه دغري 80، بينما نحن اذا بالغلط كبسناها بصير اول صارت فيكس، صارت اول ما يكبس على الفوت بادل الحكيم بتعطيه 80. هو حرام يعني اوقات ما بيكون عايز هالقد انرجي، دايما بس ننتبه انه ما نكبس عليه للرقم، نعلي او نوطي. اوكي، شغله ثانيه كمان شو بدنا نقري له للحكيم؟ بدنا نقول له فاكيوم 80
سوري فاكيوم 80 اسبيريشن 25 اوكي. كمان علو او وطو فلاش طلوع او فلاش نزول. كمان اجان ننتبه ما نكبس على الرقم لانه بالسكالت نحن بنبقى هودي مسايفينهم على الجهاز للحكيم. يعني مثلا بالسكالت الفاكيوم والاسبيريشن لازم يكونوا فيكس ما لازم يكونوا لينير، فنحن ننتبه انه هيدا ما نغيره. اوكي هيدي الستاب خلصت. هلا الحكيم بده يقلكم انتقلوا على الستاب الثاني. في حكمه على الفوت بادل بغيره، ما بيعذبوكم دغري على الفوت بادل بغيره. في حكمه بفضلوا انتوا على السكرين غيرولن. اوقات ما بيقولوا لكم كوادرنت، اوقات بيقولوا فيكو 2. فيكو 2 يعني كوادرنت، فيكو يعني بيقولوا فيكو 1 فيكو 2 فيكو 3 اللي هي سكالت كوادرنت بالدور محطوطين. نحن بننتقل على كوادرنت. اوكي هلا انتبهتوا هون ليك عم بقول لكم انتبهوا ما يكون في شيء سياليتيك فوقه، لانه لاحظتوا بين نحن بنبقى بين ستاب وستاب نحن بنبقى مغيرين بالبطل هايت. اذا طلعت فجاه البطل فيها مثلا هون اعتبروا لو كان في شيء فوقه وعلقت كل السيستم بيعمل مثل بيروكي بصير بده يرجع ينعمل له ريستارت وبيرجع ينعمل برايم عن جديد وتست للهاند بيس، وهون بتكونوا بقلب العمليه. فهيدا كثير مهم ننتبه له، بس انه خلص وانس انه واحد بيتعود اوتوماتيكلي بصير ينتبه اذا في شيء فوقه او ما في فوقه. اوكي كمان ذات الشيء بال يعني سكالت والكوادرنت والابينيوكليس ما في كثير ما كثير بيفرق بيناتهم. كمان اذا الحكيم طلب علو او وطوا البطل بذات الطريقه كلهم يعني كل الستابس علو وطوا البطل بذات الطريقه كونتينيوس اريجيشن بذات الطريقه بدكم تكونوا عم تقروا له للحكيم. كمان فينا نقري له انه تورشنال 80 فاكيوم 380 اسبيريشن 36 بس يعني فيكم تقروا له في حكمه بيطلبوا بس تقروا له شو مكتوب على السكرين. علو او وطوا كمان اجان بنعلي بنوطي بلا ما نكبس على الرقم. اوكي زيت الشيء بالابينيوكليوس. اوكي هلا خلصنا نحن الفيكو 1 فيكو 2 فيكو 3 خلص الحكيم شغل بالهاند بيس بدنا ننتقل على الكورتكس. اوكي كورتكس نحن هو شو بيكون صار بقلب العين؟ الكاتاراكت اللي هو البارت اللي كثير قاسي كله تكسر وانشرق. نحن شو هلا بده يصير بشيل الكورتكس اللي هو اللاير اللي هي حول الكاتاراكت اللي هي حول اللانس. نحن ما بيعود بحاجة لهيدا الهاند بيس، بده هاند بيس تانية اللي هي اسمها IA هاند بيس. هلا للإريجيشن أسبيريشن شو يعني؟ إريجيشن يعني عم تعطوا بأساس، أسبيريشن عم بينسحب بأساس. أوكي في طريقتين، في اطباء بيحبوا الهاند بيس اللي بتجي باي مانيوال يعني اريجيشن لحالها واسبيريشن لحالها، وفي حكما بيحبوا شيء اسمه كو ايجل اللي هي بتجي هاند بيس وحده يعني بتجي مثلها بس اصغر اكيد بتجي هاند بيس وحده الى محل الاريجيشن محل الاسبيريشن. هلا اللي معنا اياها نحن هي باي مانيوال. اوكي خدها مني بس بس تما يوقع مني الشيء انا تفضل. اوكي هلا نحن هيدي الهاند بيس ما بقى بحاجه لها، بس اكيد دائما نتركها ما بنفكها. بركي رجع الحكيم بلش يشتغل كورتكس وشاف انه في شقفه كبيره ما قدر يشيلها، برجع بقول لكم رجعوا لي للكوادرنت مثلا. دائما نحن بتصير لانه فما نفكها نضلها محطوطه، لانه اذا فكيناها بدنا نصير واحد مستعجل بشيء ما بترجع بدي كثير تظهري وترجع تعمل تست عن جديد. لانه اوقات الحكيم هو عم بيشتغل بالكورتكس بترجع بتطلع له من شي محل تحت الايرس شي شقف كبيره ما بتطلع بالاريجيشن اسبيريشن بده فيكو فبيرجع بيقول ارجعوا لي لورا. اوكي بس سؤال بعدين لا بس اكد على الموضوع. اوكي اذا في شيء ما بقدر ارجع اكيد بالشرح كله لورا ما في مشكل. اوكي كمان هي هودي مثل ما قلنا بسمون باي مانيوال يعني اثنين. اوكي هلا كمان هون مثل ما قلنا كمان ما بيصير في شيء غلط لانه كل وحده ما بتتركب محل الثانيه.
اوكي هون نحن ما في شيء نعمل له تيستينج بس نحن منغيرون والطبيب بيقدر يكفي بنعطيه الباي مانيوال وبيقدر يشتغل. هلا اذا لاحظتوا انه البارت الفوقاني اللي كان موجود قبل راح لانه نحن ما عم نستعمل فيكو بس عم نستعمل اريجيشن واسبيريشن اللي هن هون كمان هون الحكي معقول قلنا وطوا او علوا البطل ومعقول يسالنا عن الفاكيوم وعن الاسبيريشن ومعقول يقلنا علون او وطون اجان هيدا كثير دائما بنبه عليها بس ما حدا يكبس شيء غلط. وشغله صغيره كمان هلا سوري تذكرتها ضروري هيدا كمان نبهكم عليه لانه بشوفها شايفتها مره بصراحه بغير مستشفى. اوكي هون مثلا اعتبروا دكتور حسنين بالفيكو هون عنده شيء اسمه بالس. بالس يعني بتصير تعطي فيكو بتوقف تعطي فيكو بتوقف. اجا الحكيم قالكم علوا لي الفيكو او وطوا لي الفيكو. نحن وين بننتبه؟ مطرح ما هو محطوط التورشنال حدا منعلق او منوطي ما مندق بالتايم اون ولا مندق بالبي بي اس يعني بالس بير سكند. اوكي منعلق او منوطي مطرح ما محطوط ليميت لانه متى شايفتها قبل بمحل حكيمي قال لي ما في فيكو ما في فيكو رحت شفت البارامترز طلع التايم اون موطينه يعني الحكيم بيدعس بس كله تايم اوف عنده. سو هيدي بس كثير ننتبه. هلا غير طبيب مثلا اكزامبل متى غير طبيب عنده مثلا هون اتس كونتينيوس اتس كونتينيوس سو ما في مشكله يعني هو بس يقلنا علق او تضغري بتعلق او بتوطي بس ننتبه للحكيم اللي عنده اياها بولس اذا بدنا نعلق او نوطي بس نعلق نوطي الليمت ما نعلق لا التايم اون ولا البولس بير سكند بس هيدا سوري حبيت نبهكم عليها. اوكي هلا الكورتكس الحكيم اشتغل اذا قلنا علق او وطي فينا نغير له حيلا شيء على على السكرين. من بعد الكورتكس في حكمة بيعملوا بولش في حكمة ما بيحبوا يعملوا بولش. اوكي بس يخلصوا هودي الستبس هون بتنزرع العدسة تنزرع العدسة ومنخلص منروح على فيسكو. شو يعني فيسكو؟ يعني احنا الفيسكو الاستيك يمكن انتم بتستعملوا مايكروفيسك بالعملية يعني اخر شيء هيدا المايكروفيسك اللي بقى بقلب العين هذا ما لازم يبقى بقلب العين هذا لازم ينسحب هون خلص بس اريجيشن اسبيريشن بس بده يكب بي اس اس ويسحب ال ويسحب البي اس اس مع الفيسكو. كمان ذات الشيء نعلن بدنا نروح على كيس اذا صار عندنا شيء كومبليكيشن دورينج ذا سيرجري او عزنا نستعمل شيء اسمه انتيرير فيتراكتومي. إيه؟ بنتيرون على الجريد بعد. اوكي في الجريد في قديش استعمل فيكو الحكيم ديل ديل يلا اوكي هلا كمان عن الجريد بنحكي عنه بحكي انتيرير فيتراكتومي برجع جريد او لا يلا اوكي بنحكي عن الجريد وبنحكي عن الفيكو. اوكي نحن هون في شيء عندنا اسمه جريد اذا بتلاحظوا في 1 2 3 او 4. اوكي نحن لكل الحكمه حاطين الستاندرد جريد هو جريد 2 شو يعني شو الفرق بيناتهم. اوكي لانه مثل ما بتعرفوا في كاتاراكت تجي فيري سوفت كاتاراكت يعني هي بعدها باولها وتكسيرها وسحبها كثير هين فبدها بارامترز خفيف وفي عندنا كاتاراكت الى وقت اكثر كاتاراكت اقسى بدها بارامترز اعلى او بدها فيكو اعلى اسبيريشن اعلى كرمال تقدر تنسحب. عاده نحن بس نبلش العمليه اوتوماتيكلي لحالها هن بيجوا البارامترز تبع الجريد 2 اللي هي اتس ستاندرد كيس. هلا اذا الحكيم شايف انه بحاجه لبارامترز اقوى في حكمه بيقولوا لكم روحوا على الجريد 3 او روحوا جريد 4. اوكي فهون بتلاحظوا انه بصير بيتغير البوتل هايت بتتغير الفيكو باور بتتغير الفاكيوم بتتغير الاسبيريشن بيعلو بيصيروا اعلى يعني لانه الكاتاركت اقسى. اوكي ما قولوا جاي قلنا جريد 2 هلا بس ترجعوا تظهروا انتم من السيرجري خلص لحالها هي بترجع بس بدكم ترجعوا تعملوا سيرجري مره ثانيه لحالها بترجع بتفوت على الجريد 2. نحن هيدا الجريد اللي هون ما بنغيره غير ما الطبيب هو يطلب منه. اوكي هلا معقول في كمان طبيب يطلب منا يقول لنا انا قد ايه استعملت فيكو خلص هون العمليه الحكيم خلصت السيرجري قال لنا طب انا قد ايه استعملت فيكو. بتطلعوا على شيء هون اسمه ماتريكس السي دي اي هي اسمها يعني كوميلاتيف ديسيبيتد انرجي يعني قد ايه هو مستعمل فيكو كل ما يكون هو الحكيم عم بيستعمل بتلاقوا هون عم تعلى وثرو اوت ذا سيرجري كمان اذا الكيس كتير الكاتاركت منا كتير قاسية
اذا الكاتركت منا كتير قاسيه بتلاقوا انه الماتريكس بيكونوا اوطى. اوقات مثلا انجأ بيستعمل 3 4 5، اوقات بتطلع لل 30 40 50. هلا اوقات الحكيم بيسال بيقول انا قديه مستعمل فيكو، بس تقروا له هون اوكي، يعني هون اوقات بيكون 10.5 تقروا له اياها اوكي. هلا هون اذا لاحظتوا مثلا عند دكتور حسنان هي اسمها اوزيل بالز اوكي، ونحن بنبقى من وقتها من الاساس نحط البارامترز للحكيم، بنكون حاطين له البارامترز كامله كلها، بس متى هو بيكون بحب يستعمل بالز بنحط ستاندرد بالز. اذا يعني اول ما تفوت على السيرجري بتفوت بالز. هلا اذا حب الحكيم يستعمل كونتينيوس اوكي، نحن بس بنكبس عليها هون وبنرجع بننقي كونت وبنرجع بننقي كونتينيوس، بتعطينا البارامترز تبعه للكونتينيوس. هلا في شيء كمان اسمه بيرست او كاستم بولز، بس عاده الحكم ما بيحبوا يستعملوا، يعني يا بيستعملوا كونتينيوس يا بيستعملوا بولز. هو ديك عدد انا موجودين البارامترز بس قليل ما بيستعملون اوكي. هلا نحن هون مثلا هيدا انت هون الفوت بادل، هون نحن بارامترز الفوت بادل، بس انتو عاده مش بحاجه تفوتوا عليهم ومش بحاجه تغيروا شيء فيهم. هودا مثلا نحن بنبقى عاملين له كمان بارامترز للحكيم على الفوت بادل، مثلا هون مثلا فايبريشن اون اوف، يعني اذا عم بيروح من ستيب للثانيه، اذا هون اذا بتلاحظوا مثلا هون بيصير 1 2 3 اوكي. الوان اذا بس هي على الوان يعني بس عم تعطي اريجيشن، على التو عم تعطي اريجيشن اسبيريشن، الثري بتكون تعطي اريجيشن اسبيريشن وعم تعطي مع فيكو، بتصيروا تسمعوا صوت زياده، تسمعوا الصوت الزياده اوكي. هلا نحن فينا نحط له فايبريشن اون، شو يعني؟ يعني بس يروح من الوان للتو من التو للثري، هي الفوت باد تعمل مثل رج صغير. في حكا ما بحبه في حكا ما بحبه. قديش القوة تبع الرجة؟ وفي هون هودي يعني البرسنتج، لانه نحن عنا 100% اذا كبسناها على الاخر اوكي. في حكا ما بيحبوا انه فيرست ستيب اللي هي الاريجيشن تكون اصغر من غيره، هو ليه بيصير بريفرنس تبع الحكيم انت، وعادة خلص ويساتت مرة وما بنعود نغيرها انلس رجع الحكيم غير رأيه. الباتنز هودي كمان انتو مش بحاجة انه تغيروا فيهم شيء، اذا بتذكروا قلت لكم اوقات في الحكمه بيغيروا من ستاب لستاب بالفوت بادل، اوقات مثلا اذا بحب الكونتينيوس اريجيشن كمان احنا بنحطها على الفوت بادل. بتعطيكم اكزامبل مثلا دكتور حسنين عنده بيغير من ستاب لستاب على الفوت بادل، مثلا عمل له احي بيروح من ستاب لستاب لقدام بيروح لورا اوكي، بس هو ما عنده كونتينيوس اريجيشن ما بيحب يستعمل كونتينيوس اريجيشن اوكي. ودايما على الفوت بادل في شيء اسمه ريفلوكس. شو يعني ريفلوكس؟ هيدا ستاندرد، هيدا ما فينا نغيره اصلا، اتس جراي ما فينا نغيره. اذا شي مره شي حكيم سالكم ريفلوكس وين، فيكم تفوتوا انتو على الفوت بادل على البطن تفرجوا، هي 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 واجره للحكيم على الفوت بادل بس بيضربها هيك على الشمال اوكي. هي شو يعني ريفلكس؟ اذا الحكيم عم بيشتغل بالعمليه وبالغلط لقط شيء ما بده يلقطه، يعني لقط الكابسول او لقط الايرس اوكي، وهي بعدها لقطتها بيعمل شيء يعني شيء اسمه ريفلكس، مثل بترجع بتفلتها 100% يعني بترجع بتفلتها اوكي. وهيدي معموله ستاندرد ما تتغير، خلاص كل الحكمة حافظين انه ريفلكس هي سلايد تو ذا ليفت اوكي. هلا بدنا ناخذ كيس انه صار في complication during the surgery، اوقات في عملية من الاساس بيكون الحكيم قايلكم حضروا لي anterior vitrectomy انا بدي استعمل anterior vitrectomy، اوقات بيصير في surprise بالعملية وبحي الله step فيها تبلش من السكالت وفيها بالفيسكو، نحنا ما بنقدر نعرف باي step صار في complication اوكي. شو يعني ليش نحنا بنستعمل شيء اسمه anterior vitrectomy اوكي؟ نحنا بالعين في عنا شيء اسمه anterior segment اللي هو الكابسول اللي حاملة العدسة وكل شيء لقدام لحديد الكورنيا، كل شيء posterior segment اللي ورا يعني هو في عنا شيء اسمه vitreous body وفي عنا أكيد الشبكة الرتينا. vitreous body هو مثل الجل، منه fluid منه liquid. سو نحنا الفكرة إنه إذا صار في حالة complication
وبارت من هيدا الفيتريوس بودي اجا على الانتيرير سيجمنت، نحن ما بقى فينا نعمل له اريجيشن اسبيريشن لانه بصير مثل عم نسحبه مثل الخيط. اوكي، شو بدنا نعمل؟ بدنا نستعمل شيء اسمه انتيرير فيتراكتومي، يعني نقص الفيتريوس ونسحبه بذات الوقت. اوكي، سو هي عاده بس ننتبه دائما قبل حيلا عملية ننتبه انه بالقودة، حتى لو الحكيم مش جاي بسيرة الموضوع، دايما انه بالقودة في انتيرير فيتراكتومي، وعادة من دبه بتكون مضبوبة بقلب بالجرور او بالجرور هون، بس دايما يعني مش لانه صارت الكمبليكيشن اوقات بتكتها يلا بدها تتركب وتستعمل تما تصير واحد يركض وتاخد معه وقت انه يلاقيه. ودايما دايما احنا بس يكون في سيرجري الحاجة بتعرف هذا الموضوع انه دايما يكون في انتيرير فيتراكتومي، يعني احنا ما نفوت على عملية وعارفين انه نحن بالمستشفى ما في عنا انتيرير فيتراكتومي، لانه يمكن يقطع السنة ما نستعمل ولا وحدة، ويمكن بنهار واحد نستعمل اثنين، ما حدا بيعرف. It's a complication لانه هي اكترية الاوقات بتكون صار شيء سربرايز بالعملية، اوقات بيكون الحكيم شيء مبرمجه من قبل، بس 99% بتكون سربرايز بالعملية. اوكي، هيدا البارت هو بده يضل مع السكراب نيرس. اوكي، وفي عنا هيدا البارت اللي بده يتركب على المكنة. اوكي، نحن هلا بس بدنا نشتغل انتيرير فيتراكتومي، منروح على الانتيرير فيتراكتومي. هلا نحن مثل ما حطينا على الانتيرير فيتراكتومي تجينا السكرين تنعمل كمان تيستينج. اوكي، من ننتبه هون هيدا البارت، ومع انه لونه موف ننتبه انه نحن بس بدنا نركبها انه هي بتتركب وبتنبرم، اهم شيء، لانه ما اذا ركبناها وتركناها هيك بنفكرها انه ركبت، بس يجي يشتغل الحكيم ترجع بتفلت. اوكي، فنحن نكبسها ونبرمها لحالها بتعمل كليك، اسنان بيركبوا على بعضهم. اوكي، هيدا البارت اللي هون كمان كتير هينة الاسبيريشن. اوكي، على الاسبيريشن هون ما بيركب، يعني هيدا اذا جيت تركب الاريجيشن عليها ما رح تركب اصلا. اوكي، بتتركب هون وبتنبرم. اوكي، هون صار في عنا الكتر كاتينج مع اسبيريشن لها. اوكي، وهون بتجي هي الكانيولا. اوكي، منركبها على الاريجيشن. اوكي، معقول يجي حكيم يقول لكم ركبوا لي اياها على على الهاند بيس الباي مانيوال اذا معقول ما يكون بده هيدي. اوكي، تتركب على تبع الاريجيشن. اوكي، يعني يا بيحب يشتغل بهيدي الطريقه تفضل، يا بيقدر. هي هيدي الكانيولا بتجي بالعلبه، يعني مش مضطرين تفتحوا كانيولا من عندكم. اوكي، اوكي، هلا هون الهين انه هن بيحطوا لكم اصلا الستاب. اوكي، نحن وي سويتش ذا بروب، نيكست ستيب كونكت، عملنا لها كونكت، نيكست ستيب ركبنا الازرق على الازرق، نيكست ستيب ركبنا الكانيولا على الاريجيشن، هلا بنعمل بدنا نعمل تيستينج. اوكي، هلا اذا نحن اوريدي في عنا كاب فيه بي اس اس مش مضطرين نعمل فل، إذا أردي نحن الكاب معبيينه، ونحن هو ما في عنا كاب معبيينه. أوكي، بس بدنا نعمل فل، سوري بس بدها تاخد شوي وقت بس طلع إنه تعبية. اوكي، نحن هلا عبيناها، هلا دائما بدنا ننتبه لانه انتم الكابس اللي عندكم عاده اللي بيكونوا ستينلس ستيل. اوكي، هلا نحن اللي بدنا نعمل هو التست الميلي، بدنا نعمل تست للكتر انه الكتر ماشي، ننتبه بس انه راس الكتر ما يكون ضيق بكعب الكاب لانه بيتكسر، لانه هو هيدا له سنين بده يقص، اذا يعني بده يكون بقلب البي اس اس بس مش ضيق بالكاب من تحت. اوكي، سو نحن بيكون بقلب البي اس اس مثل ما قلنا وبنعمل تيست. هلا اذا بتكونوا ماسكينها بتصيروا بتحسوا فيه بقلبها مثل كات. اوكي، خلص دان خلصت، نعمل اكزيت. تفضل بس انتبه بقلبها، نعمل اكزيت وبنعطي وبنعطي الكاتر نعطيه للحكيم. اوكي، هلا معقول الحكيم شو يعمل؟
يشتغل، يرجع بعدين يقلكن ارجعوا ركبولي على الكورتكس. بنرجع نحن منفك بنرجع منركب على الكورتكس، او بده يرجع يقلكن رجعولي على الابينيوكليس او اذا قالنا رجعوا سكال كوادرن او ابينيوكليس منركب على الفيكو هاند بيس، اذا قالنا رجعوا على الكورتكس او على الفيسكو بنرجع نحن منركبون على الاي اي هاند بيس الباي مانيوال او كوايجل. يمكن يشتغل شوي فيه يرجع يقلكن جاوا روحوا على الانتيرير فيتراكتومي. يمكن نشتغل كورتكس جاي قلنا روحوا انتيرير فيتراكتومي، ما بنرجع نعمل تيست مره ثانيه، خلص دغري فينا نرجع نعمل اكزيت، خلص نعمل تيست مره واحده. اوكي نحن هلا خلصت العمليه بخير وسلامه. اوكي بس هيك على السريع بس فرجيكم كيف منفك كل شيء المكان. اوكي هلا نحن خلصت العمليه، بس تخلص العمليه اول شغله نحن بنعملها بدنا منظهر منا للسورجري نرجع منحط سيت اب. هلا ننتبه بس لشغله، اوكي هيدا اوقات بتصير انه اذا انتو بقلب العمليه معدلين قصص مثلا معلين وموطين شغلين فيها، اوكي بس تجوا تظهروا بتقلكم دو يو وانت تو سيف. خلينا مثلا اعطيكم اكزامبل هيك اللي عطيت هيك ليش هون في قصص بالسيتنجز بتظبطها اوقات بس تظهروا بتعطيكم دو يو وانت تو سيف. انتوا عادة حطوا نو لانه اوقات هي الحكيم بيقلكن علوا البطل وطوا البطل غيروا شيء بالبارامترز شيء بس لهيدي السورجري ما بده اياه لسورجري تاني فنحن منحط نو. اوكي خلص نحن هون خلصنا فينا نفك كل شيء. هيدا فيك تساعدني فيها هيدا بس نفكها هذا بتساعدني كمان لأنه تفضل. أوكي وتعركز لأنه ما في محل. أوكي الهاند بيس كمان نحن بس بدنا نفكه نحن الهاند بيس بس بدنا نفكه كمان ما منفكها برم كمان من شدة. واكيد اذا بدكم تنطفوا حيلا شيء بس دايما نرجع ننتبه قبل ما تنحط بالتعقيم انه تتسكر. اوكي ايه لانه لازم هيدا الغطا دايما مسكر لانه ما لازم يفوت شيء مي او شيء او ستيم عليه لجوا، مش ستيم ما يفوت عليها مي ما يفوت عليها شيء. ايه مزبوط. اوكي وبدنا ننتبه لشغله محا بس بدنا نعقم لانه انتو اوقات بين عملية والتانية بتكونوا عم تستعملوا زيت الهاند بيس بس اكيد معقمة. ننتبه انه نحنا مش مثل ما هي نحطها بالتعقيم انه بدنا نفكها كلها، يعني بدنا نفك السليف. بدك تعطينا الرانج بليز ايه اكيد انتو التنظيف يعني بتكون انتو اكيد عندكم البروتوكول بالتنظيف ودايما ننتبه انه ما ننظف بالبي اس اس ننظف بستار الووتر. هيدي بدك جا حطها على على الرانج. اوكي هي فيكن هيدي ترجعوا تضبوها بهيدي الطريقة بقلب الرانج. تفضل بس الهود لإلها كمان. اوكي وقطعت الكهرباء اذا فلت الكهرباء بترجع من الزيرو. ايه انا قلت لهم ضروري انه يكون على المطرح اليو بي اس ما حدا يتفركش فيها تفركشت فيه ايه ننتبه اكيد تطفي المكنة كلها اوقات ترجع بتعلق الكاسات اوقات بتروح الكاسات على الكاب يعني لهيدي الدرجة بدي احط المكنة بدي اعرف يعني بدي احطها بالمكان انه ما اقدر مش يعني اللي عم بيروح ويجي وراها بس مي هلا انتو يمكن هول مثبتينها ثبتوها تعلمنا لان اوقات حدا بيمرق كان بشد فيها بتذكر كانت تفلت. اوكي هلا مننتبه اوكي مننتبه انه منشيل البي اس اس. اوكي الكاسات كيف منفكها نحن هلا نحن هون بدنا نعتبر انه نحن خلصنا عمليه. هلا اذا نحن بعد سوري ايه خليني اقول لهم اذا ما خلص اذا في عمليه
إيه إذا نحن في عملية من بعدها، أوكي؟ إذا نحن في عملية من بعدها نترك المكنة مثل ما هي هيك، أوكي؟ أكيد الفوت بادل فينا نضبه أو نشيله على جنب، بيشيله المريض، بفوتوا بنطفه، بخلصوا، بتفتحوا طاولة جديدة، هيدا كله هيدا نحن ما رح نستعملها بتاني عملية، بس نحن هون عم نحمي الكاسات إنه يضل الفتحات تبعها من جوا ستيريل، أوكي؟ هلا صار رجع فات مريض جديد، فتحنا طاوله نظيفه، اوكي نرجع منحط هون شانس ستيريل. هون السيركيليتنج نيرس بتتجي تفكها، اوكي نحن السكراب نيرس بيكون فاتحين له باوتش بس بلا كاسات، واحده جديده عندها على الطاوله، بنرجع بنركب وبنرجع نرجع فروم اي فروم سكراتش، نرجع بنبلش نعمل البرايمينج. اوكي هلا نحن اذا خلصنا عمليه، خلص خلص نهار العمليات عنا، اوكي الباوتش فينا اكيد نفكه، نحن بس فينا نشيل المسيح كرمال مي ما يضل في بي اس اس، اوكي وبدنا نفك الكاسات. ننتبه انه ما نطفي المكنه، ننتبه بس انه نحن ما نطفي المكنه قبل ما نشيل الكاسات، اوكي هلا لانه اوقات تطفي المكنه تجي تشيل الكاسات او اوقات بتعلق ما بتقعد تنفك، بتكون تصير ترجع تدور اوقات ترجع بتنفك، بس نحن هو افضل شيء نحن نحمي المكنه هي الكاسات تنفك من قبل. اوكي هون اذا لاحظتوا هيدا الدرين باك ما انتوا عاده يمكن ترجعوا بتفضوه، اوكي نحن بنمسكه وبنكبس هون. هي هون بتسالنا انه بدكم ريموف مالتي باك يس اور نو، نحن خلص بدنا نشيلها يس ولحالها بترجع بتسحبها. اوكي تفضل وبس ننتبه نحن اذا نحن من عمليه للثانيه عاده بتغيروا ننتبه تيوبينجز والبطل، وننتبه كمان على شغله صغيره سوري انا هيدي ما نبهتكم عليها. اوكي نحن ضمن السيرجري عم نشتغل وبصل الحكيم لمحل، اوكي دائما نحن بالعمليه تكون عيننا على البطل. هلا بالاول هي مليانه مش مشكل، بس اذا العمليه اخذت وقت اكثر من العاده خاصه الحكمه اللي بيشتغلوا كونتينوس اريجيشن يعني كل الوقت عم بتكبي اساس، بتلاقي البطل صارت عم تخلص. اوكي ننتبه انه ما تخل انه ما نخلي ايه ما نخلي البطل تخلص، يعني على الاقل يبقى فيها شوي ونعطي خبر للحكيم دكتور البطل رح تخلص اي متى فيني اغيرها. اوكي بده هو يوقف بده يطلع من العين لبرا، هو بيقول لكم يلا انطر علي طلعت من العين، شو بنعمل نحن هلا؟ هي على 110 اوكي اكيد ما في حدا طوله هالقد، بدنا نوطيها بنغير البي اس اس، بس نحن قبل ما نوطيها دائما لازم نحفظ هي على اي علوة كان، مش انه يلا عليناها يلا كف العمليه، دائما هيدا انتبه لها كانت 110 بدنا نرجع نردها 110. اوكي دكتور اتس ريدي بيرجع بكفي هو السيرجري. اوكي قليل لتخلص البطل لان انتم عم بتغيروا البطل من عمليه للثانيه، بس اوقات في عمليات بتاخذ وقت اطول بتكون كومبليكيتد بتعوزوا تستعملوا بطل زياده، ننتبه بس لهيدا الموضوع. اوكي سوري هلا رجعنا لهيدا الموضوع، خلصنا سيرجري. اوكي هلا بدنا ندوب هون بس الاي في بول. اوكي هلا نحن بدنا نعمل شت داون للمكنه، نكبس هون مطرح الكاستم شت داون. اوكي هلا انطفيت. بهذا الوقت فينا ندب الفوت بادل، كمان ننتبه نحن عم ندب الفوت بادل لانه الكيبل تبعه كمان فيري سنسيتيف، يعني حرام الكيبل اذا دبيناه بطريقه هيك انتعش مره 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 من هون بصير بتقطيع، حرام بصير بده غيار الكيبل. اوكي بس لانه علقت انا وال بس بدي بس فرجين من ورا بس منين يطفوا لانه هيدي ضروري تنطفى من ورا، لا خليها هيك من فوق هيك تنضب وهول ينضبوا فوق. Thank you.
اوكي، بس تنتبهوا لموضوع انه هي من بعد ما تنطفى تعمل شت داون قبل ما نشيلها من الكهرباء، هيدا كله نحن تنحافظ عليها للمكنه. اوكي، من بعد ما هي تنطفى هون صارت اورانج خلص كلها انطفيت، بس نرجع نطفيها من تحت وبنرجع نسحب الفيشه. اوكي،